السلام عليكم. فرنسا حاليا في موقف صعب جدا جدا جدا، موقف لا تحسد عليه. رئيس الانقلاب العسكري في نيجر بعد ما عمل الانقلاب اللي كان عمره 35 سنة راح إلى بوتين، قال لبوتين أنا راح أرسل لك حبوب وقمح وكل ما تحتاجه بلادك مجانا. فرنسا أكبر دولة في العالم لديها مفاعلات نووية، اللي هي طبعا لديها سلاح نووي ولكن لديها مفاعلات نووية سلمية. هذه المفاعلات هي التي تقوم بتشغيل الطاقة الكهربائية. حاليا مالي وبوركينا فاسو والنيجر، طبعا في حكومات كانت عندها اتفاقيات مع فرنسا، كل هذه الاتفاقيات تم إلغائها، تم إيقاف تصدير اليورانيوم إلى فرنسا. الآن الأضواء اللي بالشانزليزيه وباريس والعمران شنو اللي راح يشغل هذه الأضواء؟ الطاقة النووية خلال 6 شهور مخزون فرنسا من اليورانيوم سينتهي، وليس هنالك بديل، ما في بديل لليورانيوم. فرنسا قالت أنا راح أتدخل عسكريا. دول مجاورة إلى النيجر قالت إذا فرنسا تدخلت عسكريا إحنا راح نتدخل عسكريا. طبعا والشعب الجوعان، الشعب اللي غلبان على أمره النيجر، يرفض تماما أن تتدخل فرنسا عسكريا في النيجر. الوضع صحيح والله فعلا الوضع صعب جدا، لذلك حتى تغيير توليد الطاقة من الطاقة النووية إلى الطاقة مثلا اللي تعتمد على النفط يحتاج إلى وقت. لذلك يا جماعة أسعار النفط لن تكون أقل من 100 دولار خلال 6 شهور القادمة، لن تكون أقل من 100 دولار. وطبعا هذا من مصالح من مصلحة الدول النفطية وبلا شكل هي الدول الخليجية.